عشان نعملها احنا محتاجين كوسة متقطعة حلقات، وملح وفلفل وزيت زيتون وطماطم حلقات، محتاجين بصل كمان حلقات وجرجير، محتاجين شرايح من الجبنة التشادر وعيش تورتية وحمص مهروس. طيب ناخد برضو واحدة واحدة كده التفاصيل. أول حاجة الكوسة أنا بجيبها بشيل الطرفين بتوعها القاعدة والقمع بتاعها بالسكينة، وبعدين بحطها في مية دافية في بولة وتكون مغطياها، وأغير المية أكتر من مرة وتكون دافية مش سخنة. بعد كده بقوم ماسكاها بالليفة المخصصة للخضروات وأدعكها كويس جدا جدا جدا، أشطفها تحت المية الجارية، أشطف البولة اللي كانت معايا كويس قوي، وبعدين أنقعها مرتين ثلاثة كده، مش بنقعها يعني، بحطها واستنى دقيقتين وغير المية لحد ما أتأكد أن المية ما فيهاش أي نوع من أنواع الرمل خالص. بعدين قطعتها حلقات. الوك سخنة، معلقة زيت، بسم الله، الكوسة ممكن تضيفوا لها فص ثوم مفروم لو حابين، ملح، فلفل اسود، ففي المرحلة دي اتأكدوا ان سواها زي ما انتوا عايزين، كل واحد بقى يسوي بطريقته، اللي عايز نص سوى، اللي عايز سوى كامل، لكن هي دي المرحلة الوحيدة للتسوية. اللي حابب يضيف لها فص ثوم مفروم يضيف، اللي حابب يضيف لها نعناع ناشف او نعناع فريش يضيف. بعدين هاخد معاها البصل عشان انا عايزاهم يكرملوا ويدونا كده نكهة لذيذة في الاخر، ملح وفلفل، زيت، كوسة وبصل. بعدين هجيب هنا العيش اللي انا هعمله سندوتشات، وهاخد من الحمص في أطراف العيش. وبعدين هحط عليه شرايح الجبنة بالنسبة لي استوت، تقدروا تسووها اكتر من كده طبعا لو انتوا حابين. اتكرملت هي والبصل، الريحة هنا خطيرة، هقوم واخدة الكوسة دي مع البصل ورايحة هنا عند الايه عند السندوتشات. بقيت الكوسة والبصل دول هقدمهم كطبق سوتيه.